أجدادي 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 الغاليين وعاشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس، ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا
حبيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. هي دي الوقائع المصرية؟ ايوه. اصل اللي عرفته انها كانت بتفرض فرض على الشعب بامر الخديوي، انما اللي شايفه دلوقتي ان الناس بتتهافت على شراء الوقائع المصرية، وده شيء يدعو للاستعجاب والعجب. انت مش من البلد دي ولا ايه؟ لا انا من البلد دي. امال مش داري باللي حصل؟ لا اصل كنت مسافر بره ورجعت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الامام انت تعرف الاول الامام؟ الامام حد ما يعرفش الامام؟ الراجل العظيم صاحب مدرسه التجديد في العصر الحديث. عظيم عظيم. لما الامام مسك رئيس تحرير مجله الوقائع ابتدى يكتب مقالات ينقد فيها سياسه الخديوي. عظيم. فكان طبيعي ان الشعب المصري يتهافت على الوقائع عشان يعرف سياسه بلده ماشيه ازاي. برافو برافو والله. بس مش كل المصريين متهيألي بيعرفوا يقروا. اللي بيقرا بيقول اللي ما بيقراش. وبالشكل ده كل الناس تعرف بلدها ماشيه ازاي. طيب ممكن اطلب من سيادتك خدمه؟ خدمه؟ خدمه زي ايه يا خواجه؟ لا يا عزيزي انا مش خواجه، انا عم فؤاد. انا زي زيك، مصري زي زيك، بس انا لسه ما اتولدتش. لسه ما اتولدتش؟ لسه ما اتولدتش. هتولد ان شاء الله. هقول لك بالظبط هتولد امتى. هتولد بعد 100 سنه وخمسة بالظبط بالتمام والكمال من دلوقتي. بعد 100 سنه وخمسة. ما هو يا اما انا مجنون يا اما انت مجنون. لا انا مش مجنون. يعني انا مجنون؟ لا 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 سمح الله، لا احنا عاقلين وحلوين قوي. بس ارجوك دلني على بيت الامام. انا عايزه ضروري، عايزه ضروري، عايز اقابله ضروري. عايز تقابله ليه؟ اصل في كلام كلام مهم قوي عايز اقوله له. اصلهم هيقبضوا على الامام وينفوه. ايه؟ هينفوا الامام؟ صوت الدهنار ده من الناس. ما تزعقش تلم الناس علينا كده. وبعدين النفي ده هيحصل بعد سنتين، فاهم؟ هينفوه سنة 1882 وهيقعد في المنفى 3 سنين. وانت عرفت الكلام ده ازاي؟ ده انت لحوح قوي. قلت لك انا عايش في المستقبل، في المستقبل، وطبيعي اكون قريت كتب التاريخ. يعني انت عايز دلوقتي تروح بيت الامام؟ لو سمحت. طب اتفضل معايا. شكرا شكرا يا فندم، اتفضل. واضح ان الاستاذ اتورط يا دسوقي. ما تخافيش، ده الاستاذ يطلع من الحاجات دي زي الشعره من العجينه. يعني ايه، ادوس على زرار الانقاذ ولا بلاش؟ لا وفر الانقاذ لحاجه تانية تكون اجمد من دي. بس شغلنا الاول السفيره عزيزه. حلوه شغلانه. ايه السفيره عزيزه دي؟ خلينا نتفرج بس. ما تحطش ايدك عليها، انا اللي شغلها، انا اللي شغلها. انت تعرف يا فضيله الامام اننا نسعى الى الاصلاح ولا نعمل الا في سبيل الوطن، وليس لنا مصالح شخصيه لا من قريب ولا من بعيد. نعم ولا شك عندي في نواياكم الوطنيه. انا وطني مثلكم، انتم تعرفون ذلك. انت إذن معنا في هذه الحركه الوطنيه؟ ولكني لست معكم في استخدام الكفاح المسلح. لماذا؟ لانه يلزم لمصر اولا ان تهتم بالتربيه والتعليم سنين طويله قبل ان تلجا الى استعمال العنف في كفاحها. وجه اهتمامكم الى تعليم الشعب ها
هذا أفضل للبلد وأنفع. أنت حر في رأيك يا فضيلة الإمام، أما نحن فسنعمل على ردع الظلم والطغيان. هيا بنا. يا فندية اللي برا، أقدر أعرف أنا محبوس هنا ليه؟ يا جماعة اللي برا، أرجوكم افتحوا خلينا نتفاهم. افتحوا من فضلكم، ما ضيعوش الفرصة من إيدي. عايز ألحق أروح للإمام. شفت اللي حصل يا تسوقي؟ شفت بس ما فهمتش. طب استنى وأنا أفهمك. لا ما تفهمنيش، أنا مشغول على الأستاذ، عايز أعرف براله إيه. ما تجيب لنا الأستاذ. يا ناس، طب أفهم بس، هفضل محبوس هنا لحد إمتى؟ فكرك ده يكون حكايته إيه؟ ده حاجة من اتنين، يا مجنون يا من أعداء الإمام السياسيين. تيجي نديله علقة حلوة؟ لا لا، مفيش داعي للعنف، مش عارفين حقيقته ايه، بس انا شاكك في امره. اقترح ان احنا نكتفه تكتيفه معتبره وهيله بيله على الامام. عتريس، جهز الحبال يا عتريس. وبعدين يا تسوقي؟ وبعدين ايه؟ انت لسه بتساليني؟ دوسي على الزرار، الاستاذ مزنوق. مش عايزين تخرجوني؟ انتوا مش قدي، هودوني. طيب هقولها، والله هقولها، انتوا احرار. الهبرك دبرة. ولا بد يا ابنائي ان تنطلق النهضة العلمية من رحاب الازهر الشريف. لا بد ان يتخلص الدين من الجهالات والبدع والخرافات، وان يكون الازهر جامعة علمية حقيقية تدرس فيها علوم الدنيا إلى جانب علوم الدين. واعلموا أنه بغير تحصيل العلم والتربية الثقافية منذ النشأة الأولى لن تنهض بلادنا الجميلة ولن تقوم لها قائمة. اطمن يا فضيلة الإمام. انت مين؟ سيبك مني وخلينا فيك، ياللي تاريخنا تشرف بيك، اسمك عايش جوه قلوبنا وبنفتكرك ونحييك. مصر لا يمكن تنسى جهادك وكفاحك من أجل بلادك وسماحتك وشجاعة قلبك وصلابة عزمك وعنادك. يا إمام التجديد أفكارك في الدنيا علت مقدارك، في سبيل ربك وسبيل أرضك سبت الأهل وفدت ديارك. قلت لابد الناس تتنور والإسلام لازم يتحرر والتعليم لازم يتعمم والإنسان لازم يتطور. ياللي فديت مصر المحمية، انت هتمشي وتفضل هي للأجيال تحكيك حدوتة وتغنيك غنوة حرية. توتة 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 توتة، آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد ويا الأجداد راح يقابل.